التحدي بعدم الهروب من الموت. تحدى الله سبحانه وتعالى بأن نهرب من الموت. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم. أي أن الله سبحانه وتعالى يتحدى، مهما وصلتم إلى العلم فلن تستطيعوا أن تنجوا من الموت. إنكم تقولون في العلم الأرضي أن الموت يحدث بسبب جراثيم كذا وأمراض كذا إلى آخره. حسنا، شيدوا برجا وضعوا فيه إنسانا وابعدوا عنه كل المخاطر التي في رأيكم وفي نظركم وفي علمكم تسبب الموت، فلا هو يحارب ولا يمشي في أي مكان ليصاب في حادث، فلا يستنشق هواء ملوثا بل يستنشق هواء نقيا، ويأكل من طعام مطهو على أحدث الوسائل الصحية، ويشرب من ماء ليس فيه جرثومة واحدة، والجو الذي يعيش فيه منقى إلى آخر درجات العلم. هنا نكون قد أبعدنا عن هذا الإنسان كل مسببات الموت التي نعرفها. ومع ذلك، هل يمكن أن يكتب لإنسان مثل هذا الخلود؟ رغم أننا منعنا عنه كل الأسباب الظاهرية للموت، الجواب طبعا مستحيل، لأن الله هو الذي يحيي ويميت، والأسباب لا تفعل بنفسها، ولكنها تفعل بإرادة الله.